فعالية طلابية كرنفالية أقامتها إدارة التربية بمديرية خورمكسر وإشراف مكتب التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن. فعالية تأتي في إطار النشاط المدرسي الذي دشنته إدارة قسم الأنشطة بمشاركة مديريات محافظة عدن. ففي مدرسة عبد الله هاشم مديرية خورمكسر انطلقت فعاليات النشاط المدرسي وسط حضور طلابي وتربوي تقدمه مدير إدارة التربية بالمديرية الأستاذ صالح منصر وكوكبة من رؤساء الأقسام في التربية وبمشاركة فاعلة من قيادة المجلس المحلي بالمديرية. اليوم نقول من هذه المدرسة من هذا النشاط أن مديرية خورمكسر تستعد وتدشن العام الدراسي وهذه الأنشطة المدرسية بكل نشاط وحيوية، متأملين عام دراسي مفعم بالنجاحات، متمنيا لكل طلابنا التوفيق والنجاح. المهرجان الثاني للألعاب الخفيفة والمسلية التي يطلق عليها تيليماتش للعام 2017-2018 هي امتداد للمهرجان الأول الذي أقيم في العام الماضي تحت عنوان العودة للمدرسة. طبعا اليوم نحن ندشن الأنشطة المدرسية في مديرية خورمكسر في المهرجان الثاني للألعاب الخفيفة والمسلية تيليماتش، على اعتبار أنه العام الماضي كان المهرجان الأول، وهذا اليوم ندشن المهرجان الثاني تحت رعاية الأستاذ صالح منصور فضل مدير مكتب التربية والتعليم في مديرية خورمكسر. فقرات متنوعة قدمها طلاب وطالبات مدارس مديرية خورمكسر ضمن اهتمامات قسم الأنشطة بالمديرية شملت ألعاب تيليماتش وأغاني وطنية ورقص شعبي لزهرات براعم عدن، اختتمت بتكريم فريق العمل الذي أسهم بإنجاح هذا المهرجان باعتباره من الأنشطة اللاصفية التي يهدف إليها القائمون إلى صقل مواهب الطلاب. لقناة عدن الفضائية، وضاح الشليلي، عدن.